اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم وجه بابا نويل بمناسبه الكريسماس. هعملها لكم على شكل قطعه تلج. هعملها بشكل بسيط خالص. انا هعملها 6 وحدات بس. لو انتوا عايزين تعملوها 8 اعملوها. ال6 وحدات هنقول 6 في 8، لان الوحده بتبقى ب8، 8 غرز. 6 في 8 ب48. لو انتوا عايزين تعملوها 8 يبقى 8 في 8 ب64، يبقى تعملوا 64 غرزة عشر. يعني تفضلوا تشتغلوا تزايد تزايد لغاية 64 غرزة حشو. كل اللي استخدمته خيط سبرينج، وهينفع اي خيط، يعني اي نوع خيط، سواء قطن سواء رفيع سواء تخين، حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. انا استخدمت ليه ابرة رقم 5 وفتلة صغيرة عشان البق احمر، واتنين خرزة اسود، وابرة خياطة عادية خالص وفيها خيط خياطة، وابرة تنظيف عشان اثبت المناخير بتاعت بابا نويل، وشوية فايبر صغيرين عشان المناخير. هعمل دايرة سحرية هعمل داخل الدايرة، هعمل 6 حشو، 1 2 3 4 5 6، ونقفل الدايرة. وهعمل تزايد في كل الغرز. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11، 12. وهضم الدايرة كويس وهنقل علامة حشو. اللي بعدها زيت، حشو، تزيت. هخلص حشو تزيت لغاية لما اخلص السطر وارجع. كده خلصت السطر على 18 غرزة حشو. هنقل علامة وهعمل في اول غرزة تزايد و2 فرج. 1 2 تزايد، 2 فرج، 1 2. اخلص وارجع. كده خلصت السطر على 24 غرزة حشو. هنقل علامة وهعمل 2 فرج،
تزايد خارج اتنين خارجي تزايد خارجي. اخلص ورقة كده، خلصت السطر على 30 غرزة حشو. هنقل علامة، هعمل تزايد 4 فرج، 1 2 3 4 تزايد، 1 2 3 4 هخلص ورق كده. خلصت السطر على 36 غرزة حشو. هنقل علامة وأعمل 3 فرجي، 1 2 3 تزايد 2 فرج. يبقى هعمل 3 فرجي، 1 2 3 تزايد 2 فرجي، 1 2. هخلص ورقة كده. خلصت السطر على 42 غرزة حشو. هنقل علامة وهعمل تزايد 6 فرجي، 1 2 3 4 5 6 تزايد 1 2 3 4 5 6. هخلص ورقة. خلص السطر على 48 غرزة حشو. هنعمل في الغرزة اللي جاية على طول منزلقة، وهعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هسيب 2، وفي الثالثة هعمل حشو وفي الرابعة حشو وفي الخامسة حشو. هسيب غرزتين، هعمل 3 سلسلة، 6 لـ2، 1 2. وفي الثالثة هاخد لفة وهعمل عمود بلفة بالشكل ده، وهعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وفي نفس الغرزة هعمل عمود بلفة بالشكل ده، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3. وهسيب غرزتين وهعمل 3 حشو، 1 2 3. هعمل 3 سلسلة،
انا عملت واحدة هكرر، هسيب اتنين، وفي التالتة هعمل عمود بلفة، خمسة سلسلة في نفس الغرزة، عمود بلفة، ثلاثة سلسلة، ونسيب غرزتين ونعمل 3 حشو. وبالشكل ده هنكرر لغاية آخر الشغل. هخلص وارجع في آخر السطر. أنا عملت 3 سلسلة وهاخد لفة، وفي غرزة المنزلقة هعمل عمود بلفة بالشكل ده، وهعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهعمل منزلقة في الغرزة الثالثة بالشكل ده. كده كونت الأخيرة بشكل نظيف خالص. هبتدي أعمل السطر الجديد. هعمل منزلقة في أول فراغ، هعمل 3 سلسلة، ودول وده أول عمود، وهعمل داخل الفراغ 3 تاني، 1 2 3، وفي الفراغ التاني اللي الناحية دي اهو احنا بنشتغل قبل 3 حشو وبعد 3 حشو، هعمل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4 بالشكل ده. هعمل بيكو 1 2 3 4، وفي أول غرزة من الأربعة بين اللفتين الحلقتين وهنعمل منزلقة بالشكل ده، وهاخد لفة وهعمل 3 عمود بلفة في الفراغ اللي هو 5 سلسلة، 1 2 3، وهعمل بيكو 1 2 3 4، ومنزلقة وهعمل تاني 3، 1 2 3، وبيكو 1 2 3 4، وهعمل منزلقة بالشكل ده، وهعمل تاني 1 2 3 4 ومنزلقة وهعمل تاني 1 2 3 4 ومنزلقة كده. أصبح معانا 3 بيكو على الحرف. هبتدي أعمل 1 عمود بلفة، 2 3، وهنعمل بيكو، وهعمل تاني 3، 1 2
تلاتة بيكو بالشكل ده. اهي هبتدي بقى اعمل 4 عمود بلفة ونعيد اللي عملناه. 1 2 3 4. في الفراغ التاني هعمل 4. 1 2 3 4 بيكو منزلقة. انا هعيد معاك واحدة تانية. في الفراغ المكون 5 سلسلات هعمل 1 2 3 بيكو واحد 2 3 بيكو هعمل 1 2 3 4. بيكو 1 2 3 4. بيكو هعمل تاني عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 بيكو وتاني في نفس الفراغ. 1 2 3 بيكو بالشكل ده اهو. وبعد كده هعمل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4 بالشكل ده. اخر غرزة هنعمل منزلقة في ثالث سلسلة وقصيت الخيط وسلسلة واسحبها وهداري كل الخيوط دي كده. نضفت الخيوط من ورا مفيش اي حاجة باينة زي ما انتوا شايفين منتهى الجمال. ولو عايزين تعملوا علقة هنا نعمل 10 سلاسل ونقفلهم بمنزلقة. لو انتوا عايزين تعلقوها في عربية او كديكور في الحيطة. هنبتدي نعمل مناخير بابا نويل. هنعمل دايرة سحرية هعمل فيها 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 ونضم الدايرة بالشكل ده. لو عايزين تحطوا علامة
وهعمل في كل الغرز واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 وننقل العلامة هعمل سطرين ثبات من غير تزايد ولا تناقص وهرجع كده خلصت السطرين الثبات هعمل منظرية بالشكل ده وهقص الخيط هسيب فتلة طويلة عشان اخيط بيها وهسحب وهثبت المناخير بالشكل ده في الوسط كده هلفقها بطريقة نظيفة هلفقها وهسيب حتة صغيرة عشان أحشي منها وهرجع كده ثبتها كل غرزة احشي والحلقة اللي من جوه اهي اخد غرزة كده والحلقة اللي من تحت غرزة كده هثبت وأداري الخيط بالشكل ده وهقصه وكده خلصت المناخير هثبت العين عايزة احاول ما بينهاش خالص من ورا عشان لو هنعلقها ما تبقاش باينه هثبت كده وهنبقى نقص الفتلة دي وهحط الخرزة بالشكل ده وهثبتها وهنقص الفتلة دي وكده خلصت العين هبتدي اعمل البق
اعمل الدوران كله وهرجع. زي ما انتو شايفين مشيت على نفس السطر. باخد غرزة كده اهي، وفي النهاية هنهي كده وهثبت. وهقص، وبكده خلصت وجه بابا نويل على قطعة التلج في منتهى الجمال في منتهى الروعة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.